طيب نروح بقى مع حضرتك على النادي الأهلي وتصدرنا لجدول الدوري ب 18 نقطة حتى هذه اللحظة والعلامة الكاملة زي ما بيقول قبل فترة التوقف، يعني أكيد حاجة لطيفة وتدي دافع للي جاي. بص يا كريم، تحس إن في السنة دي الموسم في تغيير. الأهلي من أول مباراة وهو فارض شخصيته بكامل قوته، التدعيمات اللي حصلت قبل كده والناس اللي جت من الإعارات أثروا فعلا فرقة النادي الأهلي وما حسسناش بإن إيه، يعني أنت، أنا عايز أقول لك إن في لعيبة كانت مصابة أنت مش حاسس بيها وما حدش بيتكلم عليهم، الناس كانت بعيدة زي مثلا كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، كان فترة في بداية الدوري كان بعيد، إنما أنت مش حاسس، أنت في ناس على مستوى عالي وكل مركز فيه لعيبة كبار، فأنت مش حاسس، غير كمان إن أنت بتكسب بسكور الأداء، الأداء طبعا. كويس جدا وأداء عالي جدا جدا وتحب تتفرج على النادي الأهلي. يمكن السنة اللي فاتت كنت وأنت بتتفرج أنا وأنت إيه قلقانة، ربنا يستر النهار، إنما أنت النهارده بتقول أنا عايز السكور كام بقى؟ أنا عايز أتفرج على أجوان وعايز طبعا. وعايز. صحيح إحنا عندنا لسه مشكلة بسيطة جدا، حكاية الأهداف اللي بتيجي فينا دي يعني في غفلة من الزمن بتتظبط، إنما كويس حتة إن أنت بتسجل وتسجل كتير عشان ما يعني ما تحطش موقف بايخ لغايه الاخر تلحق او ما تلحقش. فالحقيقه المجموعه كبيره وده اللي هيقوي المنافسه بين اللعيبه، يعني التواجد اكثر من لعيب على مستوى عالي في مركز واحد ده بيقوي المنافسه. صحيح. واللعيبه اكيد من خلال الماتشات اللي فاتت دي حست ان اللي مش هيأدي في الملعب كويس ممكن الماتش اللي بعديه بره. طبعا. فدي برضو حاجه كويسه وربنا يحميهم.